بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كفتة مشوية. عندنا كيلو الا ربع لحمة مفرومة، وهنضيف على اللحمة بصلة كبيرة مفرومة ناعم، مع قرنين فلفل رومي اخضر متقطعين برضو صغير جدا، وثلاث فصوص ثوم مفرومين، وهنضيف الملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة كبابة صيني او بهار حلو، والكبابة الصيني موجودة عند اي عطار، ونص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان الكفتة تكون هشة معانا، وهنضيف ربع ربطة بقدونس متقطعة، وهنعجن بايدينا كويس جدا. وبعد ما نعجن عجينة الكفتة كويس هنغطيها وهندخلها التلاجة من نص ساعة لساعة. بعد كده هنجهز السياخ عريضة، ولو مش متوفر عندنا لسياخ المعدن هنجيب قطعة كرتون سميك شوية وهنقطعها على شكل السيخ، وهنلفها كويس بالفويل، وهنشكل الكفتة على الأسياخ اللي عملناها، وهنسخن جريل أو طاسة تيفال على نار متوسطة، وهنرص أسياخ الكفتة على الجريل، وهنقلب الكفتة من وقت للتاني لحد ما تستوي تماما معانا. وخلاص كده الكفتة استوت معانا، وهنقدمها مع بطاطس محمرة أو رز أصفر أو أي حاجة تانية احنا عايزينها. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.